السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج دوت هو تطبيق على الموبايل بتقدر تعمل تعديل للمعلومات الاوبن ستريت ماب. هو مش مجرد متصفح او بتعمل سيرش على المكان اللي انت عايزه، لا انت تقدر تعمل تعديل على الاشكال وعلى المعلومات الموجودة من خلال الموبايل. فتقدر تزود طريق، تقدر تزود ملحوظة معينة، تقدر تزود تاج او انفورميشن حوالين المكان ده زي ما انت شايف. ده مثلا عنوان المكان وعدد الساعات اللي بتفتح فيها، وهل في مكان لو حد معاه كرسي بعجل يقدر يعرف هل متاح ان هو يدخل بيه ولا لأ. تقدر تزود انفورميشن كتير تفيد الناس، عدد الساعات اللي هو بيبقى فاتح فيها وعدد الساعات اللي هو بيكون قافل فيها. تقدر تضيف أي معلومات خاصة بالرياضة، خاصة بالمية، خاصة بالمواصلات، خاصة بكل حاجة. سهل جدا التعديل فيه والبرنامج مجاني.